السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذة ديما ناصر القحطاني، مشرفة التوجيه والإرشاد لبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي المقام في جامعة الملك سعود. سعيدة جدا بانضمامي للبرنامج وإتاحة الفرصة لي للعمل والتعاون معهم. كل شكر لكل القائمين على البرنامج وعلى جهودهم المبذولة لتوفير برنامج علمي وبيئة ثرية ومحفزة للتعلم والإبداع. استمتعت جدا بالتواصل مع الطالبات ورأيت حماسهم وشغفهم واهتمامهم بالعلم والتعلم واهتمامهم أيضا بمجال العلمي والعملي وحبهم للاستكشاف والبحث. كما أشكر أولياء الأمور على حرصهم واهتمامهم لاختيار برامج ثرية وعلمية ودعمهم لأبنائهم لقضاء وقت الإجازة بما يفيدهم مستقبلا بإذن الله.